الشيء اللي موجود كان عندنا بمجتمعاتنا هو وصفة وصمة العار للمريض النفسي، هون ما هو موجود بألمانيا، أو إذا كان موجود فهو بدرجة كتير خفيفة. اسمي عادل قلقيلي، هلأ أنا درست طب بشري بسوريا، تخرجت تقريبا بال 2013، وبعدين اشتغلت بمشفى الأمراض النفسية أو بقسم الأمراض النفسية بمشفى المواساة بدمشق. وبعدين بسبب ظروف الحرب والبلد الأزمة طلعت، يعني اضطريت أطلع من سوريا، وهون يعني مشيت الأمور الحمد لله يعني نوعا ما بسرعة. طبعا كان مطلوب منا هون أول شيء لغة طبية، بعد هذا الفحص كمان كان مطلوب منا تعديل طبي، يعني تعديل المعرفة الطبية العامة، فكمان يعني تقريبا من 3 سنين أنجزته، ويعني نجحت بفحص التعديل العام، وحاليا عم بشتغل طبيب بمشفى الأمراض النفسية بمشفى بمدينة مولهايم. المراجعين السوريين وبشكل عام المغتربين هلا من خلفية لجوء، او يعني بشكل عام اللي اضطروا يجوا بالفترات الأخيرة سواء من العراق او من سوريا او من الدول المجاورة، يعني ايه في تقريبا اذا ما كانت حالات يومية فهي حالات اسبوعية على الاقل، في نسبة معينة من هاي الامراض بمجتمعاتنا وحتى بالمجتمع الالماني، بس اللي ملاحظ انه في كانه استعداد اكثر للاصابه بامراض مثل الاكتئاب، مثل مثلا اضطراب التاقلم، مثلا اضطراب الشده بعد الصدمه PTSD. يعني هلا هي الاضطرابات هي موجوده وفي لها اسباب، طبعا اسباب جسديه يعني لاستعداد جيني، مثلا شيء متعلق بالنواقل العصبيه الموجوده بالدماغ، فهذا الشيء هي عوامل موجودة، في استعداد جسدي موجود، بس اللي بيفرق هي العوامل المطلقة. ممكن صارت مثلا بالحرب الناس اللي تعرضوا لتهجير وتعرضوا لاعتقال أو تعذيب أو تعرضوا لقصف، هاي عوامل مطلقة شديدة جدا، فقد تسبب يعني إطلاق المرض النفسي الكامل الموجود للأسباب اللي ذكرتها قبل شوي. وهون هلأ بالمغترب كمان في العوامل الشدة الثانية اللي هي قد تبدو أقل شدة من القصف والتعذيب والقتل، بس هي كمان شديدة كتير، بمعنى الشعور بالغربة، الشعور بالوحدة، عوامل شدة مثل عامل اللغة مثلا، صعوبات اللغة، صعوبة التأقلم مع المجتمع الجديد، مع الثقافة الجديدة، يعني هي كلها قد تدخل ضمن عوامل الإطلاق. الشيء اللي بيلاحظه المريض على حاله اللي هو بيخليه يدفعه لأنه يروح ويبلش يشخص على القليل، يعني يخلي الطبيب النفسي أو المعالج النفسي يحط له التشخيص قبل العلاج، يعني هي أنه مثلا شيء مؤثر على الحياة بشكل عام، يعني عوامل محددة لكثير من مجالات الحياة، مثلا اضطرابات النوم، مثلا اضطرابات الاكل، يعني غالبا بصير انه انعدام بالشهيه او اضطراب بالشهيه، بصير اضطراب بالنوم غالبا بيكون نقص نوم، يعني اذا عم نحكي عن موضوع الاكتئاب مثلا. في شغلات تانية مثلا الانعزال الاجتماعي، عدم يعني انعدام الرغبه اصلا بتكوين علاقات اجتماعيه او اضطراب العلاقات الموجوده اصلا، يعني ممكن يكون العلاج الدوائي مو ضروري اذا الحاله خفيفه مثلا، او حتى لو متوسطه ممكن ما يكون العلاج الدوائي ضروري، ممكن يكون العلاج النفسي اللي هو عباره عن يعني علاج خلينا نقول بالعامي بالحكي، اللي هو غالباً في نوعين، يعني الأشياء والأهم هن العلاج السلوكي المعرفي والعلاج النفسي العميق أو التحليلي النفسي العميق. فيعني وفي طبعاً هون بألمانيا أنواع من العلاجات اللي ما كانت متوفرة عنا أبداً بالبلد، يعني اللي هي علاج نفسي بالفن مثلاً، بالموسيقى، بالرسم، بالعلاج بالعمل أو شيء بيسموه مثل يعني الشغلات الصوف أو القش أو هاي الشغلات اللي بتعمل تشتيت وبتعمل بتسلي يعني نوعا ما. والتعاطي بحد ذاته
هو يعتبر مرض نفسي وبيتم مساعدته، بيتم علاجه بالمشفى تحديدا. فكمان في شعور بالخوف يعني عند اللي بنشوفهم بالمشفى للأسف، اللي هن من منطقة شريحة الشباب والمراهقين اللي ما كان متوفر عندهم يعني بسوريا المخدرات، أو هو شيء هون متوفر للأسف بسهولة يعني موجود كتير. ففي رغبة بالتجريب، وفي نتيجة الضغوط النفسية الثانية يعني، والفوت بمجتمع جديد وثقافة جديدة يعني، في رغبة بتجريب هيك شيء، فبيفوت الواحد بهذا المرض. بس بعدين بيصير في خوف، وطبعا في وصمة العار من الأهل أو من الناس الثانيين المحيطين، وفي بقى شعور بالخوف أنه هو يتم التعامل معه على أنه جريمة وأنه ينحبس أو أنه كذا. فهذا الشيء لا ما بيصير يعني، بالعكس بالمشفى يعني قد أنه الواحد يفوت على قسم مقفول لحمايته من ميول انتحارية أو من شيء، أو لحمايته من أوفر دوز ممكن تؤدي للوفاة. بس هذا الشيء يعني راح يفيده على المدى البعيد، وكل ما تأخر بأنه نتيجة وصمة عار أو أي شيء تاني، كل ما راح يصير في صعوبة أكثر بعلاج هذا المرض. والحكي كمان بينطبق على الأمراض النفسية التانية مو بس الإدمان.